إنه موسم الأعياد، العائلة تتحسب لمتطلباته وأصحاب المحال التجارية ينتظرونه بفارغ الصبر في الأيام العادية. ولكن بأي حال عدت يا عيد؟ فلا مظاهر للعيد في عاصمة الشمال طرابلس بعدما ارتدت اللباس الأسود بعد سقوط عدد من القتلى في المعارك الأخيرة. هواجس المواطنين من عودة الاشتباكات كانت ظاهرة أثناء جولة لكاميرا المستقبل. والله بقى اليوم ما في عيد، كل العالم مسكره. اوقات اوقات بتلاقي هون العالم نمل، ما في عيد هالمره. متخوفين؟ كل العالم متخوفين من شو؟ من الحروبات اللي عم تصير. من عنا في عنا 5 قتله، عالم كلياته مجروح عليهم، كل العالم زعلانه. يعني ما في عيد بالمره، يعني حتى بتنزل لتحت، حتى العالم الديان منا مرتاحه، لا ماديا ولا معنويا. البيوت كلياتها مدمره، كيف العالم بدها تعيد؟ يعني ما حدا يلعن يعيد. ليه؟ في قتيل ليكو بيته هونيك، ليك صورته كمان عنا بالشارع، والشباب هم ما بدهم يعيدوا كرمال الصبي. ومثل ما قال الشيخ سعد وسام رحمة الله عليه، شهيد وسام على كل إنسان شريف بهالبلد، وهيدي خسارة لكل إنسان شريف بهالبلد وسام الحسن. فإلى متى سوف يظل المواطن الطرابلسي يدفع تكاليف عدم الاستقرار؟